الزمالك فرقه حلوه وكويسه ومدرب كويس، الا انه هو عارف انه لا يمكن هيغلب الاهلي. ما عملش حاجه النهارده خالص، الشويه اللي لعبهم في السيزون الثاني كله مع المدرب الجديد النهارده ما عملش، كانه بيلعب من غير مدرب. لعيبه ما تعرفش عنها الكوره حاجه، ما لعيبه مش عارفه تعمل اي حاجه ولا محتاجه خالص. والاهلي هو الاهلي بناسه بلاعبته بناديه بكل قدراته.